الصين بتفخر على كل مستوياتها، والسفير الصيني هنا السيد سونج أيقوا قال لي ده بكلام مباشر، حتى في الفترات الحالكة اللي مرت بيها مصر قال لي انتوا احنا اصحاب حضارات قديمة وحضارات عريقة. هو يعني هذا الكلام يعني فعلا. فبيقول ازاي العالم يقودنا وازاي مصر تصل الى ما وصلت اليه، يجب ان تتعافوا سريعا، واحنا مستعدين نمد ايدنا ليكو، علشان كل الناس طبعا الاصدقاء بالذات لاحظوا ان احنا كنا في حالة سيئة ومن سيء الى اسوأ. مؤخرا ابتدينا نستعيد اماكننا في حاجات كتيرة، في مجلس الامن، في الاتحاد الافريقي، ودلوقتي احنا بندعى لاول مرة في هذه القمة الاقتصادية العالمية. وانا عايز اكد لحضراتكم ان تناول حتى الإعلام المصري والأجهزة الرسمية المصرية، في اعتقادي الشخصي أنا أقصد الوزارات، وزارات المجموعة الاقتصادية تحديدا، يعني لم تتناول الأمر بالجدية الكافية. إذا ما نظرنا إلى أن مجموعة العشرين اللي هي 19 دولة تمثل 19 دولة ليست فيها أي مجاملات من أي نوع، هي ناتج اقتصادي ومعدلات تنمية، والمقعد رقم 20 هو للاتحاد الأوروبي. هذه 19 دولة والاتحاد الأوروبي المقعد رقم 20 أو جي 20 جروب 20 اختصروها في كلمة جي 20. هذه المجموعة تأسست 1999 وكانت تمثل على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية فقط، وكانت أزمة اقتصادية طاحنة لما قرروا أن هم يعملوا المجموعة دي، وعلشان مصالحهم طبعا، وعشان ينظموا سياسات الاقتصادية للعالم. خدوا من أفريقيا بس جنوب أفريقيا ومشي الأمر. هل تعلموا سيادتكم أنه مجموعة العشرين تضم 90% من حركة التجارة العالمية، وأن 85% من المواد الخام موجودة في أراضي هذه المجموعة جي 20؟ إذن هو حدث استثنائي اقتصادي كبير جدا، وطبعا الاقتصاد ليه دور كبير وليه ترابط شديد بالسياسة، وهي زي ما ذكر الدكتور محمد طلعت في المقدمة بتاعته ان هذه القمة سيست لفترات طويلة. يعزموا مين كضيف شرف، ما يعزموش مين، حاجات زي كده. مؤخرا ابتدت تبقى الموضوع على معايير حقيقية، ومصر تدعى ليس على سبيل المجاملة من الصين، ولكن الصين كدولة صديقة ترى ان تضع يدها في يد صديق قوي. يعني الصداقة شيء جيد، لكن مش ضد مصالحه، هو يسعى أيضا إلى مصالح مشتركة وإلى تفعيل هذه المصالح المشتركة، لا يكتفي بالصداقة. وعلينا دور إن إحنا نرى هذا ونمد يدنا وإحنا في أمس الحاجة إلى هذه اليد.